تقرير جديد يكشف عن تراجع الفصائل الموالية لإيران بسبب الضربات المكثفة التي تتعرض لها قواعدهم والمراكز التي يتمركزون بها، وبأن هذه التأثيرات فعلا جعلت نسبة كبيرة منهم ما يقارب 50% أن يتراجعون من المناطق التي يستهدفون بها. وهنا نتحدث نحن عن سوريا، وهذا التقرير الذي نشر هو نشر في هارتس الإسرائيلية التي أعطت هذه المعلومات، والواضح تماما بأنها معلومات استخبارية بحتة التي نشرت الآن. القصة بأن الفصائل الموالية لإيران بأنها عندما دخلت في الأزمة السورية من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد مما تتعرض له، وصلوا إلى دمشق وسيطروا على مطار دمشق الدولي بشكل كبير جدا، وهذا طبعا اللي خلى الإسرائيليين في عام 2017 أن يزيدون وأن يدخلوا بشكل مباشر بطبيعة هجماتهم في سوريا على مطار دمشق تحديدا، ويركزون عليه لأن المسافة قريبة جدا من إسرائيل، ممكن أن يستهدفون في أي لحظة. وبالنسبة للإسرائيليين هذا طبعا خط أحمر، على هذا الأساس استمروا بهذه الضربات، أوقعوا خسائر كثيرة في الفصائل الموالية لإيران، وصار عدم استقرار موجود في مطار دمشق الدولي، وهذا طبعا أربك النظام السوري بعد ما ضمنوا الروس عملية بقاء هذا النظام، ولكن طبعا هم محتاجين أنه المطار أن يستقر وأن لا يستمر هذا الوضع، وهذا الوضع أصبح محرجا كما قلنا. وعلى هذا الأساس الروس يعني اتخذوا قرارا بعملية مساندة نظام بشار الأسد والضغط على الإيرانيين بأن ينسحبوا من هذا المطار اللي هو مطار دمشق الدولي، وبالتالي أنه يتراجعون بشكل كبير، بالإضافة إلى الضربات والخسائر اللي تعرضوا إلها. وعلى هذا الأساس قرروا أن ينسحبون إلى هذه المناطق اللي موجودة، هذه المنطقة التي ترونها هنا هي قاعدة فور الجوية، وكذلك إلى تدمر، وأن يتمركزون في هذه المناطق اللي هي موجودة. طبعا هنالك قواعد في الوسط للتدريب على الطائرات المسيرة وغيرها، انسحبوا إلها، وهذا اللي خلى أيضا الإسرائيليين أنه بعد خلاص ما يضربون مطار دمشق، وتوجهوا إلى هذه المناطق وبدأوا بعمليات الاستهدافات. وهذا التقرير قال بأن عملية الانخفاض اللي صارت للفصائل الموالية لإيران هي من 20,000 عنصر إلى 10,000 عنصر، 50% من نسبة الفصائل الموالية لإيران الموجودة في سوريا انخفضت بهذا الشكل الكبير. وبطبيعة هذه الاستهدافات التي نتحدث عنها، يوم الأربعاء الماضي كان هنالك استهدافا واضحا جدا لقاعدة تيفور وهذه المنطقة اللي موجودة الوسط طبعا، وتحديدا نحن نتحدث عن منطقة موجودة هي جنوب غرب تدمر وطبعا شرق قاعدة التيفور. وهذه طبعا المنطقة اللي ضربت هي ضربت وضربت من فترات ماضية، وجاءت من اتجاه طبعا قاعدة التنف الجوية اللي مسيطرة طبعا عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه إذا أردنا نلقي نظرة عليها، لهذه النقطة التي ضربت واحدة من الأهداف المهمة اللي بها مقرات الفصائل الموالية لإيران، سنلاحظ بأن هذه النقطة، هذه هي تدمر التي ترونها هنا أمامكم، طبعا القاعدة هي موجودة في هذا الاتجاه، تبعد تقريبا 6.6 كيلومتر فقط عن تدمر، وهذه هي القاعدة التي ترونها. خلونا نقترب عليها أكثر حتى نشوف تفاصيل وشكل هذه القاعدة والمقرات للفصائل الموالية لإيران. هنا طبعا واضح جدا بالقمر الصناعي المقرات للفصائل الموالية لإيران، والاستهدافات طالت هذا الاتجاه على اليسار وهذا الاتجاه على اليمين، هذه المباني هي التي استهدفت وطبعا دمر عدد كبير من عدها. بحسب التقارير كانت هنالك 3 مقرات التي دمرت بهذا الشكل كما ترون، هذه الصور التي جاءت بعد الضربة يوم الخميس صباحا أخذت ونشرت بهذا الشكل لطبيعة المناطق التي ضربت. ليس هذا فحسب، بل أنه حتى قبل 48 ساعة المرصد السوري لحقوق الإنسان أعطى تفاصيل مثيرة للغاية تصير في ألبو كمال. ألبو كمال غير مستقرة أبدا، الكثير من الطائرات المسيرة اللي موجودة فوق ألبو كمال، هذه هي ألبو كمال الحدودية، هذه هي الحدود العراقية السورية طبعا. وطبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان اللي أكد بأنه سمع عملية إطلاق نار مكثفة من الفصائل المسلحة موجهة ضد طائرة مسيرة، هذا هو كلام المرصد السوري لحقوق الإنسان، وما أكثر الهجمات على ألبو كمال في هذه الفترة. وطبعا هذه القضية أيضا يجب أن ننتبه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالعديد من يعني تحليق مكثف جدا في هذه المنطقة، حتى لوحظ بهذه المنطقة تحديدا اللي هي طبعا تمثل مناطق الباغوز، هنا طبعا جبل الباغوز، وكذلك هنالك بلدية أو بلدة الباغوز هنا في شرق الفرات، طبعا لوحظ بأن هنالك طيرانا أمريكيا يوم أمس مع هذه الأنباء كما تلاحظون هنا بالأقمار الصناعية، طيران أمريكي واضح
يوم أمس، وهذه وهنا النقطة الأساسية بالنسبة للإسرائيليين، أنه استطاعوا من عملية دفع الفصائل الموالية لإيران إلى هذه المناطق، إلى الحدود العراقية السورية كما نرى، أنه واضح يريدون يبقوهم إلى غرب الفرات، أملا بأن الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي المسيطر على هذه المناطق مع قوات سوريا الديمقراطية، مع ما يحدث في لبنان من متغيرات تجاه حزب الله اللبناني، مع المتغيرات التي تحدث في طبيعة الانتخابات لهذه الفصائل المسلحة، ممكن جدا أنه يراهنون يظلون يضغطون عليهم هذه المناطق من أجل الوصول إلى نقطة الدفاع عن أنفسهم كما هم يرون، وقد تكون في مصلحة المنطقة بشكل أو بآخر، وقد تشعل المنطقة أيضا في نفس الوقت. ولكن هذه طبعا قضية الضربات الإسرائيلية التي نتحدث عنها، أو حتى الروس وضغطهم على الإيراني للانسحاب إلى هذا الاتجاه، إلى قضايا قاعدة التيفور، وكذلك إلى حقيقة تدمر وغيرها من هذه القواعد التي تستهدف الآن. هذه ليست العوامل الوحيدة، وإنما هارتس وضعت عواملا أخرى أيضا موجودة في هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها. شوف شنو اللي قالته هنا: تقليص عناصر الميليشيات الموالية لإيران من 20,000 إلى 10,000 جاء أيضا بفعل الصعوبات التي تواجهها طهران في تمويل مشروعها في سوريا. وأضافت أيضا: إيران تواجه صعوبات أيضا نتيجة لاغتيال القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس قاسم سليمان، كان ينظم الكثير من الأمور طبعا المتعلقة بطبيعة انتشارهم على المستوى السوري. وطبعا هذه القضية هي ليست القضية يعني أنه حتمية بأن الإيرانيين ينحسرون بهذا الشكل وأن هنالك انسحابا وغيرها، بل على جهة أخرى بأن إيران الآن فتحت جبهة جديدة اللي هي جبهة السايبر أتاكس، الهجمات الإلكترونية، بعد التقرير الذي نشرته شركة مايكروسوفت والذي أكدت فيه بأن إيران نجحت في عملية هجمات كثيرة على مؤسسات إسرائيلية وأمريكية إلكترونية، واستطاعت الحصول على تقريبا على 20 باسورد من الشركات الدفاعية التابعة للمؤسسات الإسرائيلية والأمريكية. الآن جوجل دخلت على الخط وأعطت تقريرا آخرا عن طبيعة الهجمات حقيقة الإلكترونية للإيرانيين، وجاءت وتحدثت عن حقيقة طرف مهم جدا اللي هو هاكرز إيرانيين اسمهم APT35 أو تشارمين كيتن، هذا هو الاسم الذي أطلقوا عليه طبعا على هذه المجموعة. واللي قالوا بين هذه المجموعة من شهر 1 2020، يعني من شهر اغتيال قاسم سليماني إلى شهر 9 2021، الشهر الماضي، بدأوا بزيادة هجماتهم بشكل عال للغاية، هاجموا وبدأوا بمهاجمة الرجال المسؤولين عن الحملات الانتخابية حقيقة في انتخابات الأمريكية في عام 2020، كذلك هاجموا العديد من المؤتمرات اللي بيها أمريكان وبيها إسرائيليين، وتمكنوا من الحصول على كثير من المعلومات، ونشروا الكثير من التطبيقات اللي من خلالها قدروا يتجسسون على هؤلاء الناس المشاركين في هذه المؤتمرات أو حتى المؤتمرات نفسها، وكذلك استطاعوا من تنصيب تطبيقاتهم الخاصة الجاسوسية على شكل VPN، تطبيق VPN اللي هو من خلال أنت تقدر تغير الآي بي أدرس مالتك وتتحرك. هم بينوا على أساس هو VPN طبعا بالنسبة للتطبيق، ولكن هو فعليا هو تطبيق للتجسس بالنسبة لهؤلاء الهاكرز الإيرانيين المحترفين. بالإضافة إلى ذلك أن هنالك شركة اسمها فيروس توتال، هذه الشركة هي شركة للأمن السبراني، وضعت وقيمت 80 مليون عينة صارت من عملية هجمات ببرامج اسمها برامج الفدية. أي برنامج هو يدخل يقفل الجهاز عليك ويطلب من عندك فدية وتدفع هذه الفدية، ونحن نتحدث عن ملايين والملايين من الدولارات التي دفعت لهؤلاء الهاكرز اللي يستغلوها من أجل مصلحة النظام الإيراني. فلما نظروا في إسرائيل وجدوا أنه من شهر 1 2020، يعني من الشهر اللي تم اغتيال بقاسم سليماني، ازدادت الهجمات على إسرائيل على كافة مؤسساتها بنسبة 600%، نسبة عالية للغاية الهجمات اللي تصير بها على إسرائيل. وحتى قيموا بأن الهجمات اللي تصير على الحواسيب مالتهم هي طبعا الأكثر، أكثر من التليفونات، يعني صارت 95% طبيعة الهجمات على الأجهزة الكمبيوتر اللي موجود بها نظام الويندوز، وكذلك 2% فقط على أجهزة الأندرويد. وعلى هذا الأساس طبعا الواضح تماما بالنسبة لإيران، والواضح بالنسبة للعالم، بأن هنالك قد تكون مشكلة في مسألة البنية التحتية والحرب السبرانية التي نراها، وهذه التحولات الهائلة جدا. ولكن تظل طبعا الأسئلة كبيرة ومطروحة حول ما ممكن أن يجري في المستوى السوري وعلى مستوى الأرض وحتى على المستوى العراقي وغيرها مع هذا التراجع. هل هو تراجع أم إعادة تموضع؟ هذا ما سأقول.